قال مرشح الحزب الجمهوري لرئاسة دونالد ترامب إنه أجرى اتصالا مثمرا مع رئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، وأكد ترامب في منشور له قدرته على إنهاء الحرب في أوكرانيا حتى قبل توليه الرئاسة، وأضاف بأنه لو كان في السلطة عندما أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا لما اندلعت الحرب، مؤكدا أنه سيجلب السلام إلى العالم كرئيس وسينهي الحرب التي تسببت في خسارة الكثير من الأرواح. بالمقابل قال زيلينسكي هنأ زيلينسكي ترامب بفوزه بترشيح الحزب الجمهوري وندد بمحاولة اغتياله في الأسبوع الماضي.